الحقيقة إن إحنا النهاردة بنناقش في الجلسة العامة في مجلس الشيوخ قانون مشروع قانون قادرون باختلاف. المشروع ده بيهدف لإنشاء صندوق خاص بذوي الإعاقة لإعانتهم على الحياة على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي. الحقيقة إن أول مرة يتم الاهتمام بفئة ذوي الإعاقة، وده طبعا بيرجع لاهتمام السيد الرئيس منذ توليه الحكم في 2014 وتخصيصه عام 2018 عام ذوي الإعاقة. الحقيقة إن هذا القانون بيعمل دمج وبيساعد ذوي الإعاقة في إنهم يحققوا أهدافهم على الأرض، وإنهم يتوفر ليهم الموارد اللازمة للقيام بالعديد من الأنشطة ولإنهم يحققوا التنمية الاجتماعية داخل الدولة. لكن في ملحوظة إن مسمى القانون مشروع القانون محتاج إنه يتوحد مع باقي المصطلحات المعتادة، سواء كانت في الدستور سواء كانت في القوانين السابقة، وده حتى ما يحصلش يعني تضارب ما بين القوانين عند تطبيقها. فأنا أتمنى أن يتم الاحتفاظ بالمسمى ذوي الإعاقة لهذا المشروع حتى لا يحدث هذا التضارب المتوقع. طيب حضرتك شايفة أنه التعديلات في المضمون أن يكون تحت إشراف رئيس الجمهورية مباشرة، شايفاه إزاي حضرتك؟ الحقيقة أن وجود القانون برئاسة السيد رئيس الجمهورية ده هيديه مصداقية كبيرة جدا، وأيضا هيتنفذ على وضمان لتنفيذ ما جاء في نصوص القانون على أرض الواقع. وده بيعكس فعلا أن السيد الرئيس مهتم بهذه الفئة ومهتم بإدماجها وأيضا تحقيق أي إنجاز خاص بيها على أرض الواقع، وأعتقد أن ده بيدي مصداقية أكبر لهذا الصندوق. الاصحاب الهمم بيقولوا ان احنا يهمنا التنفيذ اكتر ما يهمنا المسميات، حضرتك شايف الرد ده ايه؟ هو الحقيقه انا بحس السياسيه، فبالتالي بستخدم الادوات العلميه ان هو لم يتم استطلاع اراء ذوي الاعاقه هل هم موافقين على هذا المسمى ولا لا، ولكن من خلال المناقشات اللي احنا اجريناها مع البعض منهم ان هم رافضين هذا المسمى، بل بالعكس هم مش شايفين اي اشكاليه في ان هم ذوي اعاقه. فخلينا الاهم في الموضوع هو تغيير الثقافه لدمج ذوي الاعاقه على انهم مواطنين عاديين لهم حقوق زيهم زي المواطنين الطبيعيين.